جالهم جنود عسكريين من العراق وطلبوا من الوفد الإعلامي بالانسحاب، لأن يقولون ما عندنا خبر، وكادت أن تحدث كارثة، لكن الله لطف. شوف التقرير. أنا بس أبي جولة نيو. شباب بس. أيوة. مناسب. جايين صحافة يصورون هني. ما عندك خبر ما بلغكم. لا ما بلغكم. ما عندك خبر. أي بس. ما بلغوني أنا أي اتصال ما جاي. بلغوه قولوا له. كما المسألة بلغكم. لا تنسحبون. تنسحبون هالشيء. تنسحبون هالشيء. نبلغ أول مرة نبلغ ونتأكد من الشغلة وأهلنا وسلم بي إذا عيجانا علمه ما شيء بعد أي تصوير لا لا بالجهاز هذا مهم إحنا مسوي المعلقات ودخلنا في الجانب العراقي وقعدنا هني كل شيء الحمد لله أن طلب من الوفد الإعلامي انسحاب وشرحوا له لكن ريال ما تقبل. عموما خلصنا من أخبارنا المحلية وين نروح؟ روحك تقارير حديث الكويت والناس. طلعني مخرج فاصل.